فمن ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم مع المسؤول اللي بكلمه، قلت له انت ليه ما بتكلمنيش وسألتنيش الناتج المحلي بتاعك كام؟ فاستغرب يعني. قلت له الناتج المحلي بتاعك انت كام؟ قال لي 500 مليار دولار. قلت له عدد سكانك كام؟ قال لي 10 مليون. قلت له يبقى انا عايز الدخل بتاعي ومعدل نموي يبقى 5 تريليون دولار، عشان انا عندي 100 مليون، وعشان انا معيش الفلوس ديت الناس في مصر مظلومه، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها، اللي انا اعرفها ان انا المواطن بتاعي اقدر اوفر له ده. وبعدين انا مش مانع انه يتكلم، انا قلت كده، انا مش مانع انه يتكلم، انا عايزه يتكلم، بس يعرف القضيه كويس، يعرف قضيه البلد دي قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بيلون كلام مش اقل ما فيه، مش يعني مش مستكمل معرفته. وده كلمه مؤدبه، مؤدبه عن الجهل وعدم الادراك وعدم التقدير للواقع اللي احنا موجودين فيه.